بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال دايما. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوفان في المج. وصفة سهلة جدا، والاكل الصحي والدايت جميلة جدا جدا. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ في كيكة الشوفان. معانا 3 معالق دقيق شوفان، ده دقيق كامل الحبة وانا رطحناه، معلقة كاكاو خام، ربع معلقة بيكنج باودر، ورشة بيكنج صودا. لو حابة تشيلي رشة البيكنج صودا وتحطي ذرة ملح بسيطة ممكن، ومعلقة عسل، ومعلقة كبيرة زبادي، وربع كوباية مية دافية. لو هتفطري بيها الصبح هتستخدمي معلقة العسل المسموحة لك، لو هتستخدميها سناك ممكن تشيلي معلقة العسل وتحطي سكر دايت. من العسل والزبادي نحط شويه من الميه الدافيه كده، نقلبهم بقى مع بعض الاول قبل ما نحط المواد الجافه. لو مسموح لك بزيت حط معلقه زيت، احنا عاده بنستخدم معلقه الزيت في الوجبه الرئيسيه فاستغنيت هنا بالزبادي عن معلقة الزيت. نحط معلقة الكاكاو على دقيق الشوفان كده، والبيكنج باودر وبيكنج صودا. زي ما قلت لو حابة تشيلي البيكنج صودا تحطي رشة ملح بسيطة ممكن. نقلبهم مع بعض كده، ما حطيتش كل المية الدافية، سيبها معانا شوية عشان نشوف القوام هيكون محتاج للميه كلها ولا لا. الكيكه دي هنسويها في المج، يبقى انا مج مدهون بنقطه زيت بس. ما رضيتش احط بيضه في المقادير علشان اديكي فرصه تاكليها خلال اليوم. نحط بقى الميه، لو حابة تبدلي التحلية مش عايزة تحطي عسل وتحطي معجون تمر ممكن، او سكر دايت زي ما قلتلك. كده خلطنا كل المكونات اندمجت مع بعضها اهي، والقوام ده مناسب جدا للكيك. هنجيب بقى المج، وفي نقطة زيت نغلفه من جوه بالزيت كده. ومعانا على النار حلة فيها مية سخنة، هنفضل الخليط في المج كده. كده فضينا الخليط في المج، دي الكمية دي هتكفي فطار فرد واحد بيعمل دايت. هنروح بقى على البوتاجاز، حل على النار فيها ميه بتغلي، ميه بس، انا دايما بحط في الميه كده قشره ليمونه بس علشان القلب بتاع الحله ما يسودش. وقعد المج كده، ما تقلقيش على المج مش هيتكسر ولا حاجه. ونهدي النار، نغطي الفوطه الاول عشان البخار ما يتجمعش على الغطا وينزل في قلب الكيك، وبعدين نحط الغطا. هنشوف هتاخد وقت قد ايه. يلا حبايبي نشوف الكيك كده فات تلت ساعه. عايزه اقول لكم حاطين الفوطه عشان الميه دي ما تنزلش في الكيك نفسه، شايفين؟ عشان كده حطينا الفوطه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. انا عملت لها اختبار بعود خله كده بعد ربع ساعه، لقيتها محتاجه كمان 5 دقايق سبتها، ودلوقتي كده بقت جاهزه معانا. هنسيبها تبرد ونشوف هنقدمها ازاي. يلا نقدم الكيكه مع بعض. ان شاء الله بتخرج بكل سهوله. ازاي؟ هشه جدا، ما
حطناش فيها اي مواد دهنيه، بس معلقه الزبادي الكبيره نخليها طريه جدا ولذيذه. كده عملنا مع بعض كيكه الشوفان في المج، وصفه سهله جدا جدا للفطار الصحي او لكل اللي عاملين دايت، جميله جدا. قعدت تلت ساعه على النار من فوق في الحله زي انتوا ما شفتوا كده، وانسب عصير بيتقدم معاها عصير البرتقال. بس وانت بتعملي عصير للرجيم او للاكل الصحي، خصوصا البرتقال بيليق جدا مع الرجيم، عصريه في العصاره عشان ما تضطريش انك تضيفي اي محليات لا طبيعيه ولا صناعيه، لما يبقى العصير معصور في العصاره بيبقى بيور وجميل جدا جدا. يا رب تجربوا الوصفه وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.